السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته إخواني الكرام، ومرحبا بكم في مقطع جديد وثغرة جديدة، ثغرة الحصول على كيليان مبابي إن شاء الله في هذا المقطع الأسطوري أو أقوى لاعب هذا الباكج دون تقاديم أساطير كما ترون. حصلت على بيليغريني وإن شاء الله سوف أحصل على كيليان مبابي، أريد هذه النسخة داخل حسابي إن شاء الله. أول خطوة سوف نقوم بها الدخول عند سولانكي مرتين دون الإطلاع على إحصائيته، نفس الشيء لويليامز، بعدها سوف ننتقل عند كابيلا مرة واحدة والإطلاع على إحصائيته هكذا، ثم نفس الشيء لويتكينز. أما بالنسبة للخطوة التالية الدخول عند أنطوني مرتين دون الإطلاع على إحصائيته، أما بالنسبة لكيليان مبابي 4 مرات دون الإطلاع على إحصائيته. بعد تطبيقكم لكل هذه الخطوات ما عليكم سوى الخروج واللف ب100 كوينز أو من اللفة المجانية. سوف أجرب أنا ب100 كوينز في هذا الحساب إن شاء الله، ولما لا أحصل على كيليان مبابي نسخة أسطورية تصل إلى 100 بعد تناسق الفريق. الدوري الإنجليزي أوكي، يعني سوف نحصل على أنطوني، لما لا يا أساطير؟ كما ترون حصلنا على أنطوني، يعني ثغرة مضمونة إن شاء الله، سوف تحصلون بها على أقوى لاعب هذا الباكج، ولما لا يا أساطير؟ يعني كيليان مبابي داخل هذا الباكج يعتبر من أقوى لاعبي هذا الباكج. لا تنسوا يا أساطير كتابة في التعليقات أي لاعب حصلتم عليه من هذه الثغرة الأسطورية، ونلتقي في مقطع جديد بإذن الله.